على أرض الشام طيب دور الأيام وبتحمل معنا الأحلام والمجد مع الأبواب بيرفرف على أرض الشام السلام عليكم، يسعد أوقاتكم بحلقة جديدة من برنامجكم ريحة وطن. أحياناً بتسكر الدنيا بوجهنا وكيف ما درناها ما منلاقي حل، وكل أحلامنا تتسكر قدام عيوننا، من أصغر حلم بأنه نشم شوية هواء نقي، شوية أكسجين نضيف يغسل رئتينا، لأكبر حلم بوطن جميل معافى بحياة بواقع حتى بشوق. والإهمال بحاصرنا من الكبير والصغير والقريب والبعيد، نستسلم للحزن وللألم، نستسلم لخيوط الاكتئاب اللي بتتغلغل داخلنا لترسم جواتنا خريطتها مثل خيوط العنكبوت وتقيدنا وتقيد إحساسنا. نستسلم لموت بطيء بيسري بين عروقنا، غالباً بتبلش حالة الغيبوبة اللي بتكون خيار مهم من خياراتنا الفاشلة بلحظة فقدنا فيها كل أملنا. مرات بتوصل للأسف لانتحار حقيقي، وصلنا نسمع عنه بهالكم يوم بالجملة، يعني هون طفلة عمرها 15 سنة حامل ومطلقة بتزت حالها من الطابق الرابع، وهون مشفى بيستقبل 4 حالات انتحار بيوم واحد. انتحار ايه؟ بمجتمعنا؟ مجتمعنا ليش امتى كان عندنا ثقافة الانتحار؟ امتى كانوا الناس يقدموا عليه؟ الناس ما عادت تتحمل، ما عادت تتحمل حالها ولا وضعها، ما عادت تتحمل بعضها ولا تسمع مشاكل أولادها ولا حتى مشاكل إخواتها. الناس تعبت وصاروا وحيدين كتير، بعيدين عن بعضهم، بالظاهر قريبين، من الداخل بعيدين كتير، حتى بالبيت الواحد كل واحد بيفكر لحاله وما بيتقبل رأي الآخر، دائما أنا الصح والبقية كلهم غلط. الخوف من بعد شوي كبير، الخوف من الجوع، من الموت، من الطيارة ومن البتر، الخوف من البحر اللي ممكن يأكل أولادنا، الخوف إنه بلحظة نبقى لحالنا، مع إنه بالحقيقة ما في حدا بيموت ناقص عمر، بس في كتير عالم بتموت وهي ما بتعرف شو يعني حنان، شو يعني اهتمام ومحبة. ومع هيك في عالم لساتها قوية بتوزع محبة واهتمام بالقريب والبعيد، ولسه ما بتخاف ولساتها ماشية بطريق واضح وعرفانة شو بدها. تعبانين كتير هدول الناس، بس الكل تعبان، وأكيد لما بدك رح تقدر تخلي بقلبك متسع صغير ليدخل شوية ضوء، شوية ضوء لشعاع شمس بالأول رح يكون خفيف، وخاصة إذا قدرت تدخله من بين كل هالهموم والمطبات والمشاكل. غالباً رح تلاقي حالك لحالك، ما حدا رح يساعدك، بس بعد ما تدخل هالضوء على قلبك رح تلاقي كتير ناس جنبك بالعلن أو بالخفاء، ليساعدوك أو ليضروك. تأكد من أنك لازم تتابع طريقك وتنطلق وما تطلع لوراك إلا لتحمل ذكرى جميلة تقويك، أو معلش حتى لو ذكرى سيئة بس لتقويك كمان بالعبرة مو بالألم. بالنهاية لازم نعرف كيف نحب حالنا بالأول لنرتقي بأنفسنا وأخلاقنا، مو لنكون أنانيين ونأذي حالنا أولاً واللي منحبهم وبيحبونا أخيرا. خلونا نحاول نبقى على قيد المحبة. رح نبقى هلأ مع فقرة ريحة وطن. نبلش من الحسكة أو من محافظة الحسكة، تقع شمالي شرقي سوريا
على الحدود مع تركيا والعراق، وتبلغ مساحتها 32,334 كيلومتر مربع. بيزيد عدد سكانها وفقاً لإحصاءات عام 2005 على 1,000,000 نسمة. لما بتفكر أول مرة إنك تزور الحسكة اللي بيمر فيها نهر الخابور الجاي من مدينة رأس العين شمالاً وهو هابط إلى الجنوب اللي بيتحد مع نهر الفرات قرب مدينة دير الزور، رح يخطر ببالك شغلات كتير. عجب بشو لازم أحكي؟ بأي لغة؟ بأي لهجة؟ شو لازم ألبس؟ كيف لازم كون؟ وبتبقى هالأسئلة طول الطريق وانت طالع من دير الزور، ومن بعيد رح تشم ريحة ربيع وتتفاجأ بالمساحات الخضراء الشاسعة قدامك، شي قمح وشي شعير وعدس، وأكيد بالصيف القطن اللي بتشتهر فيه الجزيرة العربية. ورح تشوف كمان أعداد هائلة من قطعان الخواريف متناسرين بهالأراضي مثل النجمات، شي قريب وشي بعيد. ورح تشم ريحة المطر وتشوف كيف نظام الري الدقيق المقام على نهر الخابور اللي بيجعل من الحسكة منطقة مميزة بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها. وما بتنسى ينابيع البترول المتوزعة بمحافظة الحسكة وخاصة حقول الرميلان. أول ما بتدخل رح تمر بحي الغويران اللي بيحمل الطابع العربي بأهله البسطاء واللي رغم فقرهم كرمهم ما له حدود. رح تلاقي الأولاد عم يلعبوا بالشوارع ألعابهم الحلوة المسلية، والكبار قاعدين قدام باب البيوت وعم يشربوا الشاي الحلو غالبا، والابتسامة ما بتغادر وجههم رغم التعتير والتهميش الحاصل لمدينتهم. ولما بتشوفهم رح تفكرهم أغنى الأغنياء. وإذا دخلت الحسكة من طرف حلب، أول ما بتشوف حي تل حجر اللي له طابع كردي رح تجذبك الألوان الجميلة الزاهية اللي بتدعي للفرح والتفاؤل. ولما بتدخل بالبلد أكثر وأكثر رح تلاحظ الموزاييك الفسيفسائي المتنوع من الانتماءات العرقية والدينية، وبعيش فيها خليط من الأكراد والعرب والآشوريين والسريان والكلدان والأرمن واليزيديين، أحياء مسيحية متداخلة بأحياء المسلمين وأحياء الأكراد، وبيوتهم متقاربة وحواريهم متجاورة. ممكن تلاقي بينهم قرابات وزواجات كتيرة، وأفراحهم وحدة وأحزانهم وحدة. معظم العرب يحكوا كردي، وإن ما حكوا بيفهموا اللغة الكردية، وكذلك الأكراد يحكوا اللغة العربية وبيكتبوها، وفي كتير منهم شعراء وأدباء باللغة العربية. باحتفالات الأكراد بالنوروز بتلاقي بينهم عرب ومسيحيين بيشاركوهم أعيادهم، فالعيد للكل والفرح للجميع. والغريب إذا لزمك أي حاجة رح يدلوك على شارع فلسطين بنص البلد اللي بتلاقي فيه كل شي بتطلبه، يعني حتى مع هالفسيفساء الرائع من البشر ما نسيوا فلسطين. وأكيد إذا زرتهم شي مرة ما رح يخلوك تطلع لبين ما تتعشى، والعشاء يا عيني عليه ثرود أو حميس، واللي بيتكون من خبز الصاج بالأسفل وفوقه الكتير من اللحم المطبوخ والمرق. محافظة الحسكة بتضم مدن عديدة أهمها المالكية والقامشلي والدرباسية وعمودة ورأس العين اللي بتضم أكبر خليط شيشان وشركس وعرب وكرد ومسيح، وبشمالها بقية مدينة حموكار التاريخية المصنفة أثرياً ضمن أقدم مدن العالم. وللآثار والتلال الأثرية مركز مهم في الحسكة، فبتضم عدد من التلال الأثرية العائدة لحقب تاريخية مغرقة في القدم، تمتد بين العصرين الحجري والروماني، ومن أهمها تل براك بين مدينتي الحسكة والقامشلي، وتل عجاجة في الجنوب وتل حطين في الشمال. تل حلف الذي يقع جنوب مدينة رأس العين أظهر التنقيب وجود طبقات حضارية متعاقبة ومنحوتات بازلتية جميلة كانت تزين جدران مباني المعبد والقصر. واشتهر فخار هذا التل باسم فخار تل حلف. تل براك بدأ التنقيب الأثري وأظهر على وجود 6 طبقات حضارية متعاقبة، ومن أهم المباني المكتشفة بالتل
معبد العيون وقصر الملك نارام سين، وهناك مكتشفات فخارية وتماثيل وأختام أسطوانية غنية بمواضيعها الميثولوجية، وتلعجاجة وهو مركز هام بمنطقة الحدود الفاصلة بين إمبراطوريتي الرومان والفرس، وكانت المدينة القديمة التي يضم هذا التل آثارها من أهم مدن حوض الخابور بالعصر العباسي. وكشفت الحفريات الأثرية المتواصلة في تل حطين وجود 15 طبقة حضارية متعاقبة، وبمكتشفاتها قمة طينية زودتنا بمعلومات مفيدة في دراسات تاريخ الشرق القديم وحضاراته. في داخل وحول مدينة المالكية بشمال شرق الحسكة توجد كنيستان أثريتان تحملان اسم العذراء المقدسة وتعدان محجاً دينياً للمسيحيين الأرثوذكس. كما بتضم المحافظة 4 كنائس كبيرة تعكس الوجود الملحوظ للمسيحيين في المنطقة. نبقى هلا مع فقرة من ينابيع الوطن. مشعل تمه ولد عام 1957 واستشهد في 7 أكتوبر عام 2011. هو معارض سوري كردي بارز ورئيس تيار المستقبل الكردي السياسي سابقا. اغتيل خلال الاحتجاجات السورية عام 2011، وأجج اغتياله المظاهرات كثيرا في أنحاء البلاد، وكان له أثر كبير فيها. ولد مشعل تمه في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة عام 1957، وتخرج بشهادة هندسة زراعية، وعمل بالسياسة منذ التسعينيات، ثم أسس في عام 2005 حزب تيار المستقبل. اعتقل مشعل في عام 2008 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهم النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي الوطني، لكن أفرج عنه لاحقاً في شهر يونيو عام 2011 لتخفيف وطأة حركة الاحتجاجات العنيفة في مناطق الأكراد بسوريا. في 7 أكتوبر عام 2011 اغتاله مسلحون في مدينة قامشلي، وأدى ذلك إلى تفجير احتجاجات عارمة في مدن الأكراد السورية، نظراً إلى اتهام نظام بشار الأسد بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ونتج عنه تطوراً حاسم وغير مسبوق في حركة الاحتجاجات بالمناطق الكردية. أي سوء فهم أو أي إشكالية تجاه أي شخصية بغض النظر عن انتمائها السياسي أو القومي أو الديني، لدينا فقط إشكالية واحدة، هي موضوع العمل تحت سقف النظام. نحن نرفض العمل تحت سقف النظام، نحن نؤمن بأن على هذا النظام أن يرحل، بأن هذا النظام فقد شرعيته ومشروعيته، وبات عليه أن يختار طريق الرحيل ويترك الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه. لذلك لا حوار مع هذا النظام، لأن الحوار بات مسألة عبثية، بات مسألة قلقية لهذا النظام. يا دموع العين سكابة على مشعل تم الشهيد سكابا. رح نبقى هلأ مع فقرة لك ولك. أنت لا تقيديني بطلباتك، فعندما أستطيع ستكون عائلتي هي الأولى. أنت عندما تغلق كل الأبواب في وجهي لا تسألني عن هواء الشبابيك.
لغتنا هويتنا. سلاما أهدي حسنائي سلاما، علام الرفض وأسفي علاما، حملتك هجرتي شوقا رهيفا، لشعري كنت ورقاء اليمامة، تجاذبنا الهوى شطا طويلا، وكنت الكأس أشواقا نداما. سلاما من دمي فيضى حنيني، أساقي منه صحراء الشآمة. حزنت حيث فارسك غريب، ولكن أنت في عمري وسامة. سقتك اليافعات من أيدي، ومزن صيفك أضحى الغمامة. سأبقى على العهد إن وفت بثينة، وأتلو عشقها صبحا خزاما. سلاما أهدي حسنائي سلاما، علام الرفض وأسفي علاما. إسحاق قومي شاعر وأديب، باحث سوري مقيم في ألمانيا. ولد في قرية تل جميلو التابعة لمحافظة الحسكة بسوريا عام 1949. حصل على إجازة في الفلسفة والدراسات الاجتماعية من جامعة دمشق. علم في جميع المراحل الدراسية. في عام 1988 هاجر للولايات المتحدة الأمريكية، عمل فيها أعمالا حرة، وحرر في صحيفة الاعتدال بالنيوجيرسي وفي صحيفة الهدى اللبنانية. انضم إلى أسرة برنامج كروان الإذاعي في نيوجيرسي، وشارك في أمريكا بمسابقة للشعر باللغة الإنجليزية. جاء إلى ألمانيا عام 1991 ولا زال بها حتى الآن. نشر في الصحف التي كانت تكتب بالعربية في ألمانيا. شارك سابقاً في أغلب الأنشطة الشعرية والمهرجانات المقامة في محافظة الحسكة. له أناشيد للطفولة، منها وطني، نغني للبشر، عيد الأم الذي حاز على المرتبة الأولى عام 1988، ومجموعات شعرية عديدة، منها الجراح التي صارت مرايا، مجموعة للأطفال بعنوان أغنيات لبراعم النصر، وله من المجموعات الشعرية أيضا مواويل في سجون الحرية، العاشقة القديمة منى، قمر يا قمر، نغني للبشر، وهذه للأطفال، مواسم الحصاد، الشاعر والمقصلة، نبوءات العهد البابلي، أناشيد لآلهة الخابور القديمة، زورق على نهر الراين، لماذا بكت عيناك. رح نبقى هلأ مع فقرة هاشتاج وطني. كلما نظرت إلى وجهي صباحاً بدأت برسم ابتسامة، أخاف أن تراني يوماً وقد بددت عتمة الفراق ضوء وجهي. وطني